أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أدى زلزال عنيف ضرب المكسيك إلى قتل أكثر من 130 شخصا بحسب إحصاءات رسمية، مع تسجيل سقوط 30 قتيلا في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث ما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وذكر مسؤولون في بلدية العاصمة أن فرق الإنقاذ تعمل وسط ركام 29 مبنى منهار للبحث عن ناجين وانتشال جثث الضحايا. وبحسب وكالة فرانس بريس، استمرت حصيلة الضحايا في الارتفاع بثبات بعد حصول الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة واستقرت الآن عند 106 قتلى. كما ضرب زلزال تحت البحر بقوة 6.1 درجة وقع في المحيط الجنوبي جنوب نيوزيلندا بحسب ما نقلته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقالت الهيئة إن الزلزال تم رصده على بعد 211 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة أوكلاند قبالة الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا. ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولم تصدر على الفور أي تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي بعد الزلزال. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن تتغير بنوده لبقاء الولايات المتحدة طرفا فيه. جاء ذلك بعد كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن سخطه من الاتفاق النووي، وقال إن البنود التي تقضي بانتهاء سريان بعض القيود على برنامج إيران النووي تدريجيا تمثل مصدر قلق على نحو خاص. أظهر استطلاع للرأي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتجه للفوز بفترة ولاية الرابعة في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الأحد المقبل، رغم تراجع التأييد للحزب الذي تتزعمه. وتجاهلت ميركل دعوات لها بالاستقالة من مقاطعين من اليمين المتطرف، وقوبلت ميركل بكثير من صيحات الاستهجان خلال الحملة الانتخابية، حيث يتمتع حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بدعم قوي. قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت مشتبها به ثالث في عملية تفجير مترو لندن الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى جرح 30 شخص. ونقلت فرانس بريس عن شرطة لندن أن رجال مكافحة الإرهاب اعتقلوا المشتبه به البالغ من العمر 25 عام في مدينة نيوبورت في ويلز، وأن عملية تفتيش تجري بعد تنفيذ عملية الاعتقال. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.